لا انا عندي برضو وجهه نظر في الحته دي، ان احنا إن انا يعني بالنسبه لاولادي يعني طبعا انت عندك مليكه وفاروق اسم الله الله يحفظهم لك يا حبيبي. مليكه وفاروق مليكه 10 سنين، مليكه 10 سنين بطله سباحه الحمد لله. الله الله رياضه بقى وفاروق 6.5 بطل كيك بوكس بقى وشهادات وميداليات ومكسر الدنيا. ربنا يحفظهم لك يا حبيبي الحمد لله. فلا هي الفكره عندي في النقطه دي ان انا شايف ان ان ان, إن طبعا دراسه الفن مهمه ورهيبه ومفيده، لكن انا لازم ابص لاولادي في حته تانية. ابص لاولادي في ان هو لو الفن ده ما فادهمش بالدرجه المطلوبه، الشهاده هتشغلهم ايه تاني؟ هيلحقوا نفسهم ازاي تاني؟ لا انا ضد دي بقى. انا عايزه ياخد شهادته اللي هو الاساسيه اللي هي يشتغل بيها في مكتب. تفكير اهالينا يعني، انا ابويا كان بيفكر كده يعني، فكره لا خدي شهادتك مع يعني انت صغير لسه، فممكن تفكيرك مصر هي حره اللي عايز تعمله تعمله براحتها يعني. بس فكره ان انت تقليدي في تربيتك ان لا في شهاده وفي يكون معاك سلاحك طبعاً، والفن خليه هوايه، اللغه الكمبيوتر والحاجات مش عارف ايه بتاع ده اساسا نمره واحد وبعد كده نتكلم في اي حاجه صح. وطبعا دي مواجهه معايا حرب رهيبه لا تتخيليها، حرب شديده، لان هي جواها فن برضو. ما هي انت ما هو حبيبي غصب عنها جينات، ما هو انت هي يعني جيناتها الست تكوينها في هنا فن. هي الحرب مش من ناحيتها بس، من ماما؟ لا ولا من ماما، بابا، من بابا. بابا استاذ مصطفى بقى، بابا ربنا يخليه لي يا رب يا رب يعني يا حبيبي، خليه لنا كلنا. اغلى حاجه عندي في حياتي كلها حبيبي. بابا ربنا يديله الصحه والعافيه. هو اللي بيديني نفس لحد دلوقتي في ان انا بعمل كل اللي انا بقوله لك ده. يعني من غير وجود ابويا في حياتي انا كان زماني من سنه 2011 بخبط دماغي في الحيطه، بكلمك بمنتهى الوضوح. لكن بابا قوه ليا في حياتي كلها، فهو مسكني مش عايز اقول لك عمل فيا ايه اللي انا عايزك وباداء. بابا لما بيقول لي باداء كده انا بتوتر يعني. ايوه ورحت قال ازاي تعمل كده في مليكه يعني، اهو ازاي كبير استاذنا الكبير العظيم استاذ مصطفى الدمرداش، بنوجه لحضرتك كل التحيه. وقبل كده هو مشرفني طبعا انا عارف حبيبي. فيعني ايه، فبابا اللي بيحارب معايا جامد جدا، وهي البنوته طبعا عارفه عايز الولد يقول له فتروح له يا جده طبعا بابا بيعمل فاللي هو لا بابا مين تعالى لي تعالى لي. بس طبعا انا قلت له وجهه نظري قلت له انا بنتي لازم تخلص تعليمها العادي كلاسيك خالص، وتاخد شهادتها ولغتها وحاجتها وادواتها اللي هي تقويها في الدنيا، اللي تقويها في الدنيا دي، وبعدين نبقى تشوف اللي هي عايزاه. لكن انا يعني حقك كأب ان انت لا يعني انا عايزه اولادي في التعليم يخلصوا تعليمهم والحمد لله وشهادتهم وسلاحهم، لان ده الابقى. والفن هوايه يخلوه هوايه، ولما حتى يكتملوا كده نفسيا وانسانيا وتكبر شويه اكيد هيبقى عندها وجهه نظر ممكن تتغير يعني. اكيد اكيد طبعا. انا لو ما كنتش بقدر عندي قدره على ان انا اخد كورسات في حاجه واذاكر من اول وجديد من الزيرو وابدا حاجات ما اعرفهاش خالص وكده، كان مستحيل هقدر اكمل. بس القدره دي مش موجوده يعني بشكل عام. الله يحفظهم لك، يحفظ لك الوالد العظيم الاستاذ الكبير، ويحفظ لك بناتك، ويحفظ لك مراتك، ويحفظك لينا يا احمد. وارجوك اجتهد شويه، لازم تكون موجود، حق الفن عليك انك تكون موجود، لانك حقيقي فنان حقيقي.